السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده ازاي تقدر تستخدم اليو اس بي اس بي تمام عن طريق ادمن ستوديو. يعني انت كتبت كود في الادمن ستوديو تمام، وعايز تاخد الكود ده تنزله تمام على التارجت بتاعك، الاتميجا بتاعتك. فانا هنوريك ازاي الفيديو ده تقدر تستخدمها تمام. طبعا مبدئيا انت كاتب كود، يعني مثلا كاتب دلوقتي كود ده بالاسمبلي تمام. كل ما بتيجي تعمل بيلد خلاص هو سكسس، مفيش اي مش فيلد او كده تمام. اليو اس بي اس بي لازم تكون انت معرف لها الدرايفر بتاعها. طب انا بعرف ازاي؟ انا بوصل اليو اس بي اس بي بتاعتي تمام، وصلتها باللابتوب وبفتح الديفايس مانجر، اتاكد اشوف ان هي متعرفه او لا. طيب انا لقيتها متعرفه عندي تمام. لو مش متعرفه، في فيديو قبل ده على طول انا مع كاتب او شرح الطريقه ازاي تعرف اليو اس بي اس بي درايفر تمام. خلاص لقيناها متعرفه عندي، يبقى كل حاجه جاهزه، فاضل ان انا ايه اشغل اتمن ستوديو تمام. انا محتاج بس برنامج اي في ار دود عشان يعمل الكلام ده تمام. طب ايه اللي هعمله بالظبط؟ هتلاقي في لينك للتولز تمام، هتلاقي شويه تولز عندك، اعملها داونلود. افتح التولز دي، هتلاقي جوه فولدر اسمه اكليبس في حاجه اسمها تول تشين تمام، جواها وين اي بي ار. الوين اي بي ار ده هتنزله نيكست نيكست انستريشن تمام، خطوات سهله جدا كده. هينزل لك والباث بتاعه هتلاقيه في السي، هو وين اي بي ار تمام. ده طبعا بداخله المفروض الكومبايلر بداخله اي بي ار دوت، بداخله كل شيء اصلا تمام. يعني حتى لو بتستخدم اكليبس بنستخدم احنا ايه الوين اي بي ار تمام. طيب انا دلوقتي جيت خلاص عملت انستريشن وين اي بي ار تمام. هخليك بس بعد ما عملت له انستريشن هنحتاج عن طريق ادمن ستوديو هنعرف اليو اس بي اس بي هنا. طب ازاي؟ هتلاقي في تولز لما دي تفتحها من ادمن ستوديو في حاجه اسمها اكسترنال تولز، هتدوس عليها تمام. جايب لك بيقول لك انت هتوصل تول جديده. انا هوصل تول جديده، طب هسميها ايه؟ انا هسميها يو اس بي اي اس بي تمام. طيب قال لي الكوماند بتاعك ايه؟ هتروح دي الاي في ار دود، يعني شوف احنا المكان اللي حطيناه فين. احنا زدنا الوين اي في ار في السي مكانها الاساسي تمام. بعدين هتلاقي فولدر سومبين تمام. بعدين هتلاقي اي في ار دوت دوت اي اكس اي، ممكن نشوفه دلوقتي حالا اهو ده تمام. ده اي في ار دوت دوت اي اكس اي، هندوس اوكي. ده الباث بتاعه جميل. الارجومنت ده الكوماند اللي هو بيستخدمه عشان ياخد الهكس فايل وينزله يعمله ابلود على الاتميجا على الفلاش بتاعها تمام. انا هسيبه لك ثواني، انا هسيبه لك تحت الفيديو على طول، بحيث تاخده كوبي بيست تمام. وزي ما قلنا احنا تولز بنعمل اكسترنال تول، جبنا الاسم، جبنا الكوماند بتاعتها، الارجيومنت هنحطه بيست. سطر هسيبه لك ده بيعمل ايه؟ سطر الكوماند لاين ده بياخد الفلاش الهيكس بتاعك بينزله على الفلاش تمام. لو انت اتميجا 32 هتلاقي ام 32، اتميجا 16 هتلاقي ام 16 تمام. هندوس ابلاي اوكي. طيب انا عملت كود زي كده، كتبته بالاسمبلي ودوست بيلد تمام، وعمل بيلد بشكل سريع. كل اللي محتاجه هعمل تولز واختار يو اس بي اس بي تمام. هو كده الكود نزل عندي خلاص وعلى الادمجه والدنيا شغاله معايا تمام. يبقى احنا ثلاث حاجات بنعملهم. اول حاجه بتكون معرف اليو اس بي اي اس بي تمام، وطبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده زي ما بقول لك. وتاني خطوه ان انت بتنزل الوين اي بي ار من التول تشين، وهسيب لك اللينك بتاعتها تمام. وتالت حاجة انك هتعرفها هنا عن طريق الاكسترنال تول تمام. لو في اي استفسار ممكن تبلغني. شكرا.